أنا أخذت المعتقلين يونس عاشور حسن وصادق عاشور حسن. في البداية في 10 مارس في أيام الأحداث مرة واحدة انقطعت أخبارهم. إنزين سمعنا أخبار إنهم خلوهم في خيام. إنزين وصار فيهم كل منهم ضربوهم كسروهم بكل بالهروات بالحدايد حدايد مال الطاولات بكل شيء بكل أداة ضربوهم فيهم. ويونس حصل إصابة في رأسه وفي أيادي رضوض ورجايله. إنزين ولفقوا له تهمة تكسير المبنى وحاليا محكوم 15 سنة و6 أشهر. إنزين ويعني للحين حاليا هو الحين في الخيمة توا الحين من قبل ما اروح لهم زيارة دخلوا المبنى تقريبا يمكن 400 شخص دخلوا المبنى واشخاص بعد للحين في الخيام. بس لو نشوف يوم شفنا شكله كلش يعني مأساة اسود صاير يعني ملامح وجههم ما تبين من السوادة ويعني وجسمه يعني جسمه يعني صاير كلش هيكل ضعيف ضعفان عدل وما يعني حاليا احنا يعطونهم 3 وجبات بس الفطور والغداء والعشاء. الفطور يعطونهم يعني من الفجر يجيبون لهم الاكل والغداء من الساعة 11 يعني يعطونهم والعشاء يعطونهم من الساعة 6 من الساعة 5 وهالفترات ما يعطوا بين هالساعات ما يعطونهم وجبة ثانية. ويوم رحنا لهم كان الكافيتيريا مسكوكة كان زيارتهم الساعة 3 بس لكن يعني كسروا خاطرنا قالوا لنا احنا جواعة ما جبتوا لنا شيء يعني ما قدرنا نرد عليهم بشيء. وصادق كان بعد هم المبنى أكثر تعذيب حصلوا مبنى 3 هو يعني صادق أحس يعني شفنا أحسن من يونس بس حاليا للحين هو في الخيام. يا زعم يقول لهم يعني مبناكم ما استوى وللحين يعني وخيامهم بعيدة يعني بعيدة عن المباني كلش. ويوم كانت في قبل اسبوعين 3 كانت في عاصفة جت عاصفة غبار وهم كانوا في الخيام يعني يقولون مأساة مأساة يعني الكل يمكن تقريبا 20-30 شخص اغمى عليهم من ما قدروا انهم يتنفسون. والحين كانوا داخل الخيمة ما قدروا يعني ان يعني لما كانوا لان حواليهم مباني هاي صادق. اما يونس يقول لا بالعكس كانوا متعاونين يانا في يوم الغبار يوم صارت العاصفة دخلوهم المباني ما صارهم تضرر اكثر من المبنى رقم 3. وقول واجد يعني صادق يقول واجد حصل تعذيب يبون يروحون الحمار غير يعني ما يحصلون لبضربة أو يبغون يتسبحون أو يبغون يأكلون. قبل العاصفة يوم تجي كان حزتها يأكلون يتغدون وكانوا حالقينهم من فترة حالقين شعرهم وحواجبهم لحيتهم كان حالقينهم يعني قالوا لهم تأكلون الأكل وكان يطاير الشعر عليهم قالوا لا تأكلونه. كانت حزتها يعني الوجبة اللي عطينهم صالونة وعيش أبيض يعني الصالونة كان يعني وش نقول صالونة شعر يأكلون.